قسم خطابات الضمان. عرف خطاب الضمان بأنه صك يتعهد فيه البنك المصدر بدفع مبلغ معين لحساب أشخاص عند المطالبة بسداد قيمته، وذلك دون أي اعتراض من العميل أو الطرف الآخر. يعني لو سئلت ما هو خطاب الضمان، يقول له هو عبارة عن صك يتعهد فيه البنك المصدر. يعني مين اللي بيصدره؟ يصدره البنك. طيب ليش بيصدره؟ يصدر لدفع مبلغ معين لحساب أشخاص عند المطالبة بسداد قيمته. طيب هل يمكن لأي أحد الاعتراض؟ لا، وذلك بدون أي اعتراض من العميل أو أي طرف آخر. طيب وخطاب الضمان لتنفيذ عمل يتعهد العميل بأدائه خلال مدة معينة. يعني إذا واحد سألك خطاب الضمان إيش فائدته، هتقول له يستخدم لتنفيذ عمل يتعهد العميل بأدائه خلال مدة معينة. تمام، نستكمل. فإذا لم يقم بأدائه جاز للطرف الآخر مطالبة البنك بسداد قيمة الخطاب له، وينفذ البنك هذا الأمر دون أدنى اعتراض. إذن خطابات الضمان يصدرها هي عبارة عن صكوك يتعهد فيها البنك بدفع مبلغ معين لأشخاص معينين. تمام، ويستخدم لتنفيذ عمل يتعهد العميل بأدائه خلال مدة معينة. طيب وتبرز أهمية خطاب الضمان، الآن عم نشوف أهمية خطاب الضمان في إيش تبرز؟ في عدم تجميد السيولة بالنسبة للمقاول، يعني يستخدم في أعمال المقاولات والأعمال التي يستمر تنفيذها مدة طويلة. تمام، نستكمل. خاصة نشوف مع بعض، خاصة الأعمال التي يستمر تنفيذها مدة طويلة في حالة إيداع هذا التأمين نقدا. إذن أهمية خطاب الضمان إيش فائدته؟ في عدم تجميد السيولة بالنسبة للمقاول. تمام؟